احلى مسا عليكم جيمرز اند جنتلمان، معاكم احمد باكر من قناه فرجني، وفيديو جديد ومزيد من لعبه فار كراي 6، ونستأنف مع بعض سلسله اكتشاف الكنوز. طبعا انا مش عارف هي دي كل الكنوز اللي عندنا ولا لا، انا فاضل لي 5 كنوز موجودين في الخريطه كلها. طبعا انا لسه ما اكتشفتش كل الخريطه، فوارد جدا تظهر كنوز جديده اثناء تقفيل اللعبه او تختيم اللعبه. وخلينا نشوف مع بعض الطرد الطويل دلوقتي انا واقف عليها اهي. ولكن قبل ما نبدا، لو انت اول مره تشوف الفيديو بتاعي تدعمني، ممكن تشترك في القناه وتعمل لايك للفيديو، وتعليقاتكم تحوش منها يا شباب، وربنا يخليكم يا رب واستمر دعمكم على طول. وطبعا فوق راسي يا جماعه، واشكركم من كل قلبي. وطبعا بنوع على جيف اوي كمان عندي في الكوميونتي او في المنتدى بتاع القناه. انا كنت عامل مسابقه للي يتوقع لعبه السنه، طبعا ده حسب استفتاءاتكم وارائكم، والاول 3 هيفوزوا او هيتوقع اللعبه الصحيحه هيكون ليهم جائزه قيمه وحظ موفق لجميع الشباب. وهي بقى نستأنف ونشوف الطرد الطويل ونلعب. أكبر جنود النظام عمال السد على تخزين إمداداتهم العسكرية في الموقع، كم هذا مناسب للمقاتلين؟ طبعا مكافآت جايبين إكس بي بس، وفي حاجة مجهولة هنشوفها دلوقتي مع بعض. طبعا نتجه لهذا المكان ونروح لهم بالفاست ترافل على بركة الله، يلا بينا. طب يا جماعة احنا وصلنا للمكان أهو، طبعا مكانه في الخريطة، أنا واقف قدامه يعني في الحتة دي أهو عند الصورة دي. نذهب مباشرة إلى هناك، يا رب يكون بقى مكان إيه فريندلي، ما يكونش فيه جنود. أيوه أورايت، ده في حد بيعيط تقريبا، وسد برضو شبه السد اللي إحنا كنا عنده في الأول. أوكي، الطرد الطويل لتفهم كل طلباتكم تماما، سنفعل اي ما تحتاجون اليه لجعل هذا السد التكريم مناسب للرئيس يرى الحقيقي. ساصلح الممر الضيق المكسور بنفسي، وسيصلح عمالي قوات التصريف المفتوحة في الحال. وبالطبع جميعنا هنا فخورون بتخصيص مخزننا لامداداتكم العسكرية لنتلقى او لنلتقي لاعطيك نسخة من المفتاح. المجد لانطون كاستيو رافائيل. Fucking soldados taking over everything. عايزين بطاقة. They left something nice in that storeroom. طبعا جوه منطقة البحر. ناخد الحاجات دي. طبعا كده خرجت بره منطقة البحر. فيها واحد بيستنجد بيا. حاضر حاضر. في حاجة هنا، صندوق ده. قراءة: بيان للموظفين. إلى الجميع، أعرف أن هذا المكان قديم للغاية، لكننا علينا إصلاحه من أجل إهدائه إلى كاستيو، وإلا سيقتلنا جنوده جميعا. وحتى أكتشف مدى أصاب نظام قنوات التصريف الآلي، سنضطر إلى التحكم فيها يدويا. يجب ابقاء غرفة التحكم مغلقة كي لا يدرك الجنود مدى سوء حالة هذا السد. ده عايز انقذه ده. اوه مات العامل مع المفتاح. اخي راح فين؟ راح فين؟ ده باش ولا ايه؟ ده المكان اللي انا شفت فيه الراجل اللي بيموت، بس ده مات بسرعة يعني، كان استناني لما ارجع له كنت انقذه يعني في السريع. نخشوا منين بقى المبنى ده؟ من هنا؟ في تسلق تقريبا كان من هنا. ايوه في الشباك. عايز ادخل جوه هنا، ادخل منين؟ الباب ده مش راضي يفتح، الشباك ده. اهو في قفل هنا اهو. قشطه، بالراحه بقى بالراحه. طيب
وبقى نضغط على الزر ده، ايه اللي هيحصل لو ضغطنا عليه؟ عشان نغلق المصرف المفروض. ايه اللي حصل؟ في حاجة تانية هنا؟ قراءة: تعليمات كتبت دون عناية. ميجيل: لا يهمني انه تم تعيينك منذ فترة قصيرة هنا، ولا خوفك من الجنود. ستكون الزيارة في غضون اسبوع، عليك اصطحاب الزوار في جولة في الموقع. لا عليك سوى عدم قول اي شيء وحفظ كيفية التعامل مع لوحة التحكم في السد، وهكذا سيظنون انك على دراية جيدة بعملك. عليك تشغيل اداة التحكم في قناة التصريف الموجودة في جانب الى جانب التقويم. عليك الضغط على الزر الذي بجانب آلات المراقبة الهيدروليكية. عليك فتح صمام الضغط. عليك العودة إلى جهاز التحكم الرئيسي والضغط على الزر الأخير. بمناسبة لا داعي للقلق من رد فعل الجيش إذا أفسدت الجولة، لأنني من سأغرق بنفسي. كبير المهندسين. إيه ده؟ صح كده؟ ده زر التحكم الأخير صح؟ العلمي يعني واضح ان في حد بيجي يخرب هنا، وهو كان عليه حكم بالاعدام، بس هو ايه مع ذلك بيجي يخرب يعني. طب نقرا تاني كده؟ لا نقرا قرايه. عليك تشغيل اداه التحكم في قناه التصريف الموجوده الى جانب التقويم. مفيش مفتاح مع العامل. طيب الى جانب التقويم، ده التقويم اهو. وبعدين عليك الضغط على الزر الذي بجانب آلات المراقبة الهيدروليكية. آلات المراقبة الهيدروليكية هو ده. نجرب. بعدين عليك فتح صمام الضغط، هو ده. بسرعة. وبعدين في الاخر عليك العودة الى جهاز التحكم الرئيسي والضغط على الزر الاخير، هو ده. اوكي، انا في حاجة حصلت اهي. ايه اللي حصل؟ ما في حاجة حصلت هناك. انا شفت العامل اهو يا جدعان. انا نزلت اهو، السد اتقفل خلاص. ما انا كنت فتحت البتاع ده، دي اتقفلت من هنا وتروح له الناحية التانية. هو وقع الناحية التانية هنا من هنا. اوعي تتزحلقي. ايوه. You don't need that key anymore. صح كده؟ بس كده نخش بقى. هو اوريدي انا مش عارف هو اتعلق ازاي كده، انا ما حاولت اشوفه المره اللي فاتت ما كانش موجود. هو عنده راسين ليه؟ ماشي. يلا الله يرحمه. ماشي. Very long way up. هو معلمني فوق في حاجة. اوكي، المفتاح بقى اللي احنا ايه حاولنا نروحه من الاول. مع اني كنت متخيل، طب اللي هو يعني ايه، ممكن كنت من الاول اجيب مفتاح بس كان لازم اوقف. دي بتتضرب. اوكي بتتضرب، بس في معمولة ببارز حديد ستيل. يلا finally. I'm done with this place.
One more reason to hate Castillo. بندقية صيد شوتجن. طلب كتب بخط اليد لفترة طويلة جدا. ظل هذا المكان يحمل اسم الرئيس المزيف سانتوس مش عارف ايه الذي حكمت يرى بضعف في عهده حتى استعاد انطوان كاستيو مجد امتنا. بمجرد ان يجدد السد سيطلق عليه اسم سد انطوان كاستيو. انطوان كاستيو يتوقع ان يتم تعليق اللافتات الرسمية الجديدة بعد اجراء. اوكي طيب احنا كده خلصنا هذه المنطقة بسلام. نروح بقى نشوف الكنز اللي بعده هدايا الوداع. تعال نروح هدايا الوداع ده نسافر له من هنا. يلا بينا. هنا مفيش دعم جوي هتضرب بالنار على طول. منطقة بعيدة خلاص اسافر له عادي كده وبعد كده. طب تعال نشوف ده الاول ده اسهل. ده نسافر له من هنا. ده اسمه ايه ده؟ الجمجمة الزمردية. تعال نشوف الجمجمة الزمردية يا جماعة. عجيبة مع اني معلم عليها يعني بس لونها ابيض مش لونها وحتى شكلها مختلف مش شكل الجوهرة بتاعت الكنز. انا مش متأكد لا راح لمكان الصح بس خلينا نشوف. Shit. That cave is far. Good thing I brought my walking shoes. الجمجمة الزمردية. ده في ناس ميتة هنا. Looks like I need to get to that cave. اوه شكله جامد يا جماعة. لا 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 تعال نديله واحدة سم كده. تعالى. انا اسف يا ابني والله كان المفروض عاملك بشوية بحنية اكتر. ده معاه حاجة ده. اوكي ده لازم ندخل من هنا. يلا بينا. سلطعون. اوكي قراءة. ملاحظة ملقاه او ملقاه جن جنون عالم الاثار. عالم الاثار هذا بالفعل كل هذا الحديث عن الغزاة الذين دفعتهم الالهة القديمة للجنون واحاطوا كف بارواحهم يبدو هذه او هذا صراحة مثل قصص الطفولة. اظن ان الدكتور عبث مع جمجمة الزمردية تلك التي قال ابي انها تنتمي الى ميمو ابوسي. عذرا ايها القائد انا انسحب انه في هذا الكهف معنا ولن انتظر لارى ما سيفعل بنا. الكلام عن ايه ده؟ ادوني الحاجات دي. اي مصلحة؟ في سمك ده مؤذي ولا ايه؟ تعال 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 خد. غالبا المفروض ننزل هنا. انا مش شايف حاجة. ده في حاجات تتعلق فيها هنا. اوكي بس دي وصلها ازاي؟ اطلعي 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 اطلعي. وصلك ماشي. نطلع منين بقى؟ نغرب من هنا كده. ااا
ازاي اوصل هنا؟ في طريقة اطلع على الحيطة او على الحجر، وفي ممر هنا معمول. حب اكسر الحاجات اوي يا جماعة. ايوه تعالى بقى. نروح هنا، انزلي شوية سيكة بس كده، سيكة من الأسياك. أيوة أيوة أيوة. هدي في الماية عدل. هي ليه ما وقفتش؟ اقف هنا اقف هنا اقف هنا. ايوه بس كده كويس. طيب انا نزلت من الخطاف ده، نطلع الخطاف ده. المفروض نعمل كده، نستخدم ده. تعالى ماشي. شيشارون عمال يلعب فوق. قطع غيار، يارا، خطاب مهمل، دكتور فهمين، هافمين. لن استمر معك تحت قيادتك. يفر رجالي من الخدمة ويموتون. لا تستحق استعادة هذه الكنوز. حيوات جنودي، لا اعرف ما كنت تقول لهم، لكنك اثرت ذعر جنود مدربين بكفاءة ومسلحين، وجميعهم يقسم ان هذا الكهف الاول لا شيء بمقارنة مع الكهف الثاني الذي عثرت عليه. ساسحب رجالي وساغلق ذلك الكهف الثاني بواسطة متفجرات اذا استطعت اقناعهم بمخاطرة بغضب الارواح. هذا قصة الورم المكان هنا يعني، بس هو بيتكلم عن ارواح وحاجات. اوكي لازم تقع يعني، تغرزي في المايه ما تطلع على طول. هنا في تسلق. ايوه الله الله الله. اجري اجري اجري. مش فاكر بعيد عني، مفيش طريقه اطلع منها غير هنا اصلا. المفروض اضرب القبايه دي بالنار غالبا. مفيش مكان تاني اقف فيه غير جنب القنبلة يعني. طب في طريق تحت، في حاجة تحت ممكن نعدي منها؟ مفيش لا شيء. طيب نهرب. هنموت ولا مش هنموت؟ 3 2 1. مموتناش الحمد لله، خرجنا بأمان. كان ممكن نخشها من هنا وخلاص صح ولا ايه؟ احنا لسه مخلصناش. هلقينا كنز كده ولا ايه؟ لقيناه صح؟ اوكي جود جود. طيب نروح نشوف المكان اللي بعده يا جماعه. دي طبعا زي ما قلت لكم مش عارف اروحها. في ثلاث كنوز في الحته دي ورا جنب بعض غالبا، قريبين من بعض، ودي مصلحه في حد ذاتها يعني. تعالى بس نشوف علامة التعجب دي بسرعة. قولي. Got a prime target for you. Marking an anti-aircraft site on your map. Take it out. Thanks a lot. Fine. هنعمل كده في لايف ستريم إن شاء الله. طيب أنا طبعا كنت كبرت شوية يا جماعة الترجمة، أنا شايف إنها كبيرة زيادة على زوم فممكن أصغرها. هشوف الموضوع ده. خلينا بقى نروح دي. الجمجمة الزمردية ده لسه ليها باقي. أوكي. أنا مخلصتهاش. سرعة 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 سرعة. ايوه ايوه موضوع الزحلقة ده جامد جدا يا جماعة، منجز. مساء الخير. Need to reach that cave. That had better be the last cave I got to deal with. اوكي ندخل الكهف ده.
تديني الحاجات دي. ايه كروكودايل مين دي ولا مين ده؟ ده شكلها من لبسها كده كده مستكشفة مستكشف، واضح انها رقبة واحدة تقريبا. ايه ده؟ بيرفكت. ايه ده بجد؟ والله؟ اوه Now this is what I call a treasure cave. نبعد شوية التماسيح دي. دي السرعة ده. تعالى. مرة واحدة. يا ابن الذين. وراح فين؟ تعالى خد دي. يلا مع السلامة. اكتشاف يا جماعة السم فعال جدا ضد الحيوانات، يعني الحيوانات اللي بتموت ب30 ضربة ممكن ضربتين سم بس يموتوها. اوكي. ما هذا الشيء؟ المفروض اروح انا وراها صح؟ انا عندي تمثال هنا. ايه ده ايه ده ايه ده ايه اللي بيحصل لي ده؟ وفي هوك هنا اهو. المايه دي ما تحتاجش حاجه غالبا ما تحتاجش حاجه. الله 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 الله. طب نروح هنا الاول، هي بتقول لي تعالى هنا. يلا روحي كمان واحدة. اوب الحمد لله مسكتها. وري لها بقى الجمجمة. Now we are getting somewhere. ماشي. ده راح فين التمثال ده؟ اه دلوقتي اللعبة يا جماعة قلبت توم بريدر تقريبا. هو لف الناحية التانية، لف وشه هنا على الحتة دي، وده لف الدنيا جنبه. طب فيش حاجة تتاخد؟ طب يعني أي مصلحة؟ طيب مفيش غالبا. مفروض أعمل إيه دلوقتي؟ فلات. ياه معقولة تيجي كده فعلا؟ لا اله الا الله. انا مش عارف ايه اللي واقع ده بس ماشي. وانا كمان والله. ده في حاجة هنا. قبل ما نطلع بس هتحطني في ارتفع خلاص. تعال نشوف دي. اطلعي اطلعش ليه؟ دي مصايد دي ولا ايه؟ اه مصايد. اه انفجري انفجري. اي قاعدين نفسك قاعدين نفسك. معلش معلش يا داني انا اسف. فين القنبلة؟ اه دي. طب بنرمي عليها قنبلة احنا؟ يعني نعمل كده مثلا. صح كده؟
اديني التمثال ده. Gracias. المكان ده عايز قنبلة برضو تحرقه تقريبا. المفروض لو نزلت تحت هموت غالبا ولا ايه؟ تعالى ننزل تحت. انا مش شايف حاجة. هموت خالص. بس افوت لما ارمي قنبله من السم ده، لما ارمي قنبله خلاص افوت السم ده ينفجر يعني، يتحرق كله. عموما مفيش حاجه ناقصه ما خدتهاش الحمد لله، خدت كل حاجه زي الفل. نطلع بقى من هذا المكان. وانا مش كان ممكن نيجي من هنا برضه على طول يا جماعه؟ نطلع طيب من هنا. ايوه ايه اللي بيحصل بقى يا شباب؟ انا هخلصكم. لا خلاص هو خلص قبل ما اوصل اصلا. anyway خلينا نشوف بقى الكنز اللي بعديه ولا كفايه كده على الحلقه؟ اعتقد كفايه كده. كفايه كده الحلقه طولت، وبعد كده نخش نشوف بقى السم البعيده. طب يا جماعه انا شايف الحكايه هتكون وصلنا لنهايه الحلقه. كان معاكم احمد بهجت جيمرز اند جنتلمان، ويا رب تكونوا استمتعتوا بالمشاهده. ما تنسوش تقولوا في التعليقات ايه رايكم في هذه الاستكشافات اللذيذه الخفيفه في جزيره او شبه جزيره كونوكو. كونوكو حلو الاسم ده والله. ونكمل مع بعض بقيه الكنوز. عندي ثلاث كنوز ده غالبا في فيديو جاي، او واحد اثنين ثلاثه. وطبعا بنوع عن جيف اواي قبل ما اقفل الفيديو. تخشوا على منتدى او الكوميونتي بتاع القناه هتلاقيني عامل بوست للحابين متابعين القناه تفرجني يتنبؤوا او يتوقعوا، بلاش يتنبؤوا دي، ايه اللعبه اللي هتفوز بنهايه بجائزه السنه سنه 2021، واول ثلاثه هتوقعوا اللعبه الصحيحه. طبعا ده كان ده هيكون بناء على اقتراحاتكم هيفوز بجائزه قيمه. وحظ موفق لجميع شباب، واشوفكم الفيديو اللي جاي، ومع السلامه.